وما هي سرعة طيرانه وإلى أي ارتفاع يمكنه أن يطير وكيف يصطاد فرائسه وأكثر الحقائق إثارة للدهشة عن النسور الجارحة. الأسود والنسور كلاهما من الحيوانات المفترسة، لكن الأسود في قمة أعلى بكثير من النسور، لذلك غالبا ما تقع النسور فريسة للأسود. إذا التقى الاثنان قد تكون النسور قادرة على قتل صغار الأسود، لكن يمكن للأسود أيضا أن يقتل النسور الصغيرة بسهولة. من المرجح أن يهيمن أسد ناضج تماما على النسر، ولكن قد تتربص النسور بصغار الأسود ظنا منها بأنها وجبة سهلة المنال. فإذا ابتعدت الأشبال عن اللبوة الأم فهي في خطر لا محالة، وقد تهاجمها النسور الجائعة بلا شفقة أو رحمة. هل يمكن للأسود اصطياد النسور؟ العديد من الحيوانات المفترسة الأرضية ستفترس النسور الضعيفة أو الأرضية إذا كانت غير قادرة على الطيران. في هذه الحالات قد تكون الأسود من الحيوانات المفترسة التي قد تأكل الأسود. في ظل الظروف العادية لا تصطاد الأسود النسور، لكنها ستستغل على الأرجح العثور على نسر مصاب. تبلغ المسافة بين جناحي نسر من 130 إلى 183 سنتيمتراً، وتصل سرعته إلى 48 كيلومتراً في الساعة، ويتراوح عمر النسر من 20 إلى 30 عاماً. الأسود حيوانات مفترسة رائعة إذا كانت سترتقي إلى مستوى لقبها ملك الغابة. من المضحك أنهم لا يعيشون في الأبغال، لكننا لن ندخل في ذلك اليوم. في هذا المقطع سنتحدث عن بعض الحيوانات التي لديها القدرة على مهاجمة الأسد، وليس فقط الفوز، بل الفوز بشكل حاسم. من الرئيسيات القوية إلى المستضعف الشائك، إليك حيوانات يمكنها القضاء على الأسد. أفراس النهر، إنها واحدة من أخطر الثدييات في أفريقيا، يمكنها مهاجمة الأسود بشكل لا يصدق. نظراً لمدى شراسة هذه الحيوانات، فكيهم المتفاوتان قويان للغاية، فهي تمتاز بأسنانها الحادة. ومن المثير للدهشة أن هذه الحيوانات العملاقة يمكنها أيضاً الركض بسرعة تصل إلى 50 كيلومتراً في الساعة. لذا فإن شحن الخصوم يعد عملاً سهلاً بالنسبة لهم، ما لم يكن فرس النهر صغيراً أو كبيراً في السن أو مصاباً أو مريضاً، فسيخسر الأسد بالتأكيد في هذه المعركة. فرس النهر هو ببساطة كبير جداً وقوي وعدواني، بحيث يتعذر على أسد واحد التعامل معه بمفرده. مع ذلك، أنا لا أعتقد أن الأسد سيكون قادراً على الاقتراب من أحد من هذه الوحوش دون أن يصاب بجروح، مثل الكثير عندما حاولت هذه اللبوة أن تهاجم فرس النهر النائم. أمسك فرس النهر اللبوة من رقبتها وألقى بها بسهولة بطريقة ما. تمكنت اللبوة من تحرير نفسها بصعوبة والهروب بحياتها. الأفيال بشكل عام يمكنها مهاجمة الأسود والفوز بالمعركة، لأن هذه معركة تزداد احتمالية حدوثها في الأدغال الأفريقية. الفيلة الأفريقية هي أكبر الثدييات على وجه الأرض، تزن حوالي 5000 إلى 6000 كيلوغرام. وبالنظر إلى أن الفيلة الأفريقية أكبر وأقوى بكثير من الأسد، فإنه يمكن أن يقتل بسهولة. السلاح الأساسي للأسد هو أنيابه، والتي لن تكون شيئاً ضد الفيل. على الفيل أن يفعل شيئاً واحداً لقتل أسد واحد، وذلك بالدوس عليها. دعونا لا ننسى تلك الأنياب الطويلة الحادة التي تمتلكها بعض الأفيال، يمكنها القضاء على الأسود باستخدام هذه الأنياب. أضف إلى ذلك ذكاء وإمكانيات الفيل الفائقة وعدوانيته عند الاضطراب. ببساطة لا تحظى الأسود بالفرصة أمام تلك الوحوش الفتاكة. النسر الذهبي يهاجم الماعز على الجرف. تتمتع النسور الذهبية بتقنية صيد مذهلة لإخضاع الفريسة. إنه ماعز جبلي وأقرباء للظباء. يهاجم الطائر الجارح من فوق ويصطاد الماعز على حين غرة. سوف يمسك النسر الماعز بمخالبه الحادة ويحاول جرها إلى أسفل منحدر الجبل على أمل أن تقتل قوة الجاذبية الفريسة.
هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها توثيق هذا النوع من السلوك في فيديو. لماذا نطلق على هذه الطيور المفترسة اسم الطيور الجارحة؟ شاهد عندما تعرض هذا الماعز لهجوم نسر آخر. من بين كل هذه الطيور المفترسة يعد النسر الذهبي أحد أكثر الطيور فتكاً. موطنها الأصلي نصف الكرة الشمالية. توجد النسور الذهبية في أمريكا الشمالية وأوراسيا وأجزاء من شمال أفريقيا، مما يجعلها أكثر أنواع الطيور الجارحة انتشاراً في العالم. تتميز النسور ببصر حاد والقدرة على الطيران على ارتفاعات كبيرة، وهي من الحيوانات التي تتغذى بشكل أساسي على الجيف، مما يجعل منها ذات أهمية كبيرة للبيئة. تختلف الوسائل التي تعتمدها النسور للحصول على طعامها تبعاً لنوعها، فهي لا ينقصها الإبداع ولا الأدوات. فبعض النسور على سبيل المثال تلتقط صغار الحيوانات وتطير بها عالياً ثم يسقطها على الصخور، فيهبط النسر ليتغذى على نخاع العظم المغذي بواسطة لسانه الذي يتلاءم مع هذا النوع من الغذاء. تقضي النسور معظم ساعات النهار محلقة في السماء دون أن تشعر بالتعب ودون أن تضطر للرفرفة بأجنحتها، وذلك بفضل أجنحتها الكبيرة كثيفة الريش وذيلها القصير. وتطير النسور على ارتفاعات عالية للتمكن من رصد أماكن توفر الغذاء، ومن ثم تنقض على فريستها بشكل لا يصدق. النسور من أقوى الطيور الجارحة، تحطيم المخالب والمنقار السريع. إنه قوي مع أجنحة قوية وبصر حاد. تعتبر النسور من الحيوانات المفترسة المثالية، لديهم شجاعة كبيرة حتى في مواجهة كبار الفرائس البرية. النسر لن يضيع الجهد للوصول إلى فريسته والهجوم بلا رحمة. إذا كنت تريد أن ترى بعضاً من أكثر الطيور الجارحة القوية، من فضلك لا تذهب إلى أي مكان، واستمر معنا للنهاية. نسر جائع يهاجم السحالي. هذا النسر هو النسر الأكبر في اصطياد مثل تلك الفرائس. ينقض على السحالي ويحاول السيطرة عليها ومنعها من الهرب. وفقاً لتصوير الفيلم، استغرق الأمر حوالي 5 ساعات حتى تستسلم السحلية في النهاية. وهكذا نجح النسر أخيراً في الصيد والاستمتاع بوجبة لذيذة من أجل العشاء. هل تعلم أن مخالب النسر هي أسلحة خطيرة؟ بمجرد إغلاق المخالب، يصبح من المستحيل الهروب من قبضتها. نسر يصيد لفع. نسر لفع البني هو واحد من أكبر أنواع الطيور في عائلته كما يوحي اسمه. فريشه بني بالكامل ويتغذى في المقام الأول على الثعابين. إنه ليس محصنا ضد سم أي منها، ولكن هذه الطيور المفترسة بارعة جدا في القتل واصطياد فرائسهم. يتغذى نسر البحر الأبيض ذي البطن بشكل رئيسي من الحيوانات المائية مثل الأسماك والسلاحف وثعابين البحر. Oh my God, baby. This is National Geographic. Oh my God, baby. My turn.
man, what the hell? No, Robin. We'll be right back.
Stations, the anus just